يعني بالفعل كان جمعيه وسطاء المستثمرين ارسلت واحد رساله تذكيريه للسي احمد رحو رئيس مجلس المنافسه اللي كتذكروا من خلالها يعني بعدم يعني تفاعل المجلس مع العديد من الاحالات اللي بعثتها الجمعيه منذ 2019 و2020 وتظلمت في 2021 بالنسبه للملفات ديالها اللي مازال معروضه الى يومنا هذا. وحنا كيجي هادشي في سياق يعني اللي خصو يعرفوا يعني الرأي العام هو كيفاش نقدر نقول بأن القطاع اللي نورمالمون كيعرف تواطؤات مفضوحة يعني بشكل فظيع ما بين سواء شركة تأمين فيما بينهم وشركة تأمين شركة الأبناك، وهذا اللي اكتشفناه حنا كوسطاء ديال التأمين في المغرب. للأسف يعني التنافسية هي مقننة وليس يعني نقدر نقولوا حقيقية أو شريفة في القطاع. ويكفي نشير بأن القطاع محرم منذ 2006 تبع للشريعة الحكومية، وعنده هيئة رقابة يحصرها زعما اللي كتراقب القطاع، وعندنا في البلاد ما يسمى بجلس المنافسة وعنده سلطة تقريرية، وعندنا يعني حكومة اللي هرمونهم خصها تصر على تنفيذ القوانين اللي كتشرع في البرلمان المغربي. وكنلقاو بان المستهلك المغربي باقي الى يومنا هذا يعني كنكون من 2006 حتى اليوم ازيد من 17 سنه وهو الاثمان موحده في السوق ما بين الفاعلين ديال شركه التامين، وبطبيعه الحال غنهضر حتى على شركه ديال الانجاد اللي كومباني داسيستانس، وغنهضر على عديد من فروع ديال التامين وكاين اللي باقي كيحتكر في القطاع فروع ديال التامين بعينها، يعني شركه محدده كتبيع فروع كيما بغات بثمن اللي بغات، مونوبول توتال يعني احتكار كامل، في حين ان على الورق القطاع محرر. يعني المغاربه كيتعرضوا لابشع استغلال يعني في السوق ديال التامين، بلا ما نهضر على تدبير الحوادث واداء المتطلبات بالنسبه للالتزامات ديال شركه ما كتاداش حتى الوسطاء اللي هما شركاء ديالهم، فما بالك بالزبناء. مشاكل كثيره في القطاع اللي يمكن على رئيس جديد في هيئه مراقبه من مطالب اننا نجلسوا معه على اساس نشوفوا مشاكل حقيقيه ونتدبروا فيها بشكل تشاركي كيف مع العهد السابق. هذا الشيء غير مقبول. والخطير اليوم انا كنقول لك هذا الشيء كامل حنا صرحنا به بوثائق وبادله وارقام وهذا وهذا، واليومين هذا مجلس المنافسه راه مازال ما تدخلش. فهذا هو اللي يعني هذا الشيء نورمالمون حنا كمجتمع مدني او كتمثيليه مهنيه ديال وسطاء ومستثمري التامين يفترض ان المجلس هو اللي كيدير هذه الخدمه، هو اللي كيدخل، هو اللي عنده احاله ذاتيه منذ يعني وقوفه يعني بعدا هو سميته مجلس منافسه وحنا في قطاع لا يبث المنافسه بشيء، وما كاينش تقارير في هذا الاتجاه، ما كاينش ارقام في هذا الاتجاه، ما كاين حتى شي حاجه. وحنا غنقوموا بهذا المجهود ونطلعوا نقدموا احالات ونقولوا يا ودي حذاري راه كاين ناس غيديروا فايت، كاين عدد مئات ديال الشركات كدير افلاس بسبب هاد التواطؤات، كاين هضره 300، كاين ما يسمى يعني نموذج نموي جديد في البلاد يعني خصنا نخرطوا فيه. حتى اداره اليوم انا ما كنشوفها منخرطه باش انها فعلا تنمي القطاعات كي على حسب التوصيات ديالنا النموذج النموي اللي صدق جهه الملك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كنقول لك هنا اليوم الوقت كنهضروا الزمن على الناس، يعني كنشتوا الاسر كنفلسوا في الشركات من اجل اش ما عرفتش يعني شكون مستفيد من هذه الوضعيه. واليوم كنقول لك بان الى يومنا هذا المجلس المنافسه لم يعلن على يعني ما يعاني القطاع بشكل دقيق ويصدر يعني تدابير تحفظيه اللي عنده الحق فيها انه يصدر تدابير تحفظيه باش يحبس هاد النزيف ديال الاضرار اللي كاين في القطاع. فهنا كيبين لك ان عندنا مشاكل حقيقيه باش نفعلوا الصلاحيه ديال المؤسسات الدستوريه اللي المفترض فيها انها تكون محايده ومستقله في اتخاذ القرارات. ورغم ما مديناه من معطيات ووثائق قلنا منذ 2019 و2020 و2021 كنتفاجئوا بالتقرير اللي كنصدر الراي ديالو اللي مليء بالمغالطات، مليء بالحوايج اللي ماشي هما هذوك. اضطرينا ان نديروا تقييم، يعني تخيل دابا حنا كمهنيين غادي نخلو خدمتنا ونخلو الاهتمامات ديالنا الاساسيه ونوليو كنصيفطوا المسؤولين يعني وثائق وادله على 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 قطاع من اجل التدخل، وغيتاخر التدخل اكثر من 4 سنوات، وملي غادي يخرج لا يعكس واقع القطاع، وغنضطروا نديروا تقييم ديك المؤسسه اللي هي كتخلص هما ليها بزباله الفلوس، يعني القليل فيهم كياخذ 700 الشهر، كنعرفوا عدد المسؤولين تما. حنا غادي نديروا تقييم ديال العمل ديالهم اللي هو داخل عام ونص ديال الوقت باش نعاودوا نحطوا لهم ودي الله يهديكم راه كاين ما يسمو، كنطالبوا اليوم اننا نجلسوا معاهم. راه هادشي بزاف
راه هادشي ما يمكنش يتقبلوا المنطق، راه ما يمكنش نمشيو نستمروا بهذه الطريقه، راه هاد المسؤولين اليوم راه فعلا راه ما يمكنش نستمروا بهذه الطريقه. انا كنقولها لك، فهنا باش هذيك المراسله وكنذكروا بان كاين تقرير كيحمل معطيات اللي هي مهمه، كيحمل ارقام واحصائيات، وكيحمل ايضا يعني نقص خطر بان خص يتفعل. راه ما يمكنش نقبلوا عندنا في بلاد جسم منافسه، والاتم في قطاع نهضروا كاين مجلس ديال المنافسه، وفي نفس الوقت الاثمان موحده في السوق، يعني الفاعلين متواطئين على المستهلك، وحنا عندنا مجلس كيكلفنا اموال طائله وما كاينش ما كاينش ما كاينش تفاعل. راه ديما ما فهمتش انا، راه يعني هنا باش جات هذه الانيسياتيف، وخبرنا مؤسسات اخرى بطبيعه الحال، منها وسيط الملكه، من هيئه حمايه الملاعب، من الديوان الملكي ايضا، من اجل يعني معرفه يعني راه ما يمكنش نديروا حنا محاسبه الفاعلين خواص في القطاع وعاطينهم مسؤوليه ديال تدبير قطاع حي وفي المجتمع، وفي نفس الوقت ما كنحاسبوش المسؤولين اللي كيراقبوا هاد الفاعلين. فكلشي خصو يتحاسب اليوم. لا ما بقاش عندنا فعلا باش نهضروا الفساد اللي خرنا وهددنا، راه الاسباب ديالو هو هذا. ومن خلال المنبر ديالكم كندو مره اخرى باي تاخر، لان التاخر كلفنا كثير، راه العشرات كي قلنا الا ما قلنا المئات كل في هاد العشر سنوات الاخيره اللي تم الافلاس ديالهم في صمت تام، وفي نفس الوقت مشاكل كيعانيها القطاع واللي ما يمكنش يستمر بهاد الظروف. وشكرا.